السلام عليكم. اليوم في كرياسيون ام ياسين غادي نديرو تزيين تاع واحد اللوحات هكا قدم نديروهم على شكل ديكور. استعملوا هنايا الخيط تاع الحلفه هذا يتبع بالميزان وتخدمت به في الفيديوهات السابقه شحال من حاجه. ودرك غادي نغلف بهم هاد اللوحات. نكبطوا داك الخيط وندوروا نديروا دائره مليحه وزيريها مليح بيديك بصبعك هكا لك ما تكونش مرخوفه زيريها مليح وندير الغيره في الوسط وتحطي هذيك الدائره الصغيره. هذا الخيط شويه خشيني لك تساع فيه في الخدمه مليح لك تكبري قلبك معاه على خاطر خشين ويقعد يرجع مادام كي نتي تلصقي هو يرجع لك. سما لك ديري الكولر هو هنا طار لي نعاود ثاني نعاود من جديد ولا تقدي ثاني تحطيه وتدوري لي زوج طرق مليح. مهم كي تلصقي لك تدركي ليه مليح تقعدي شاده باش يكتب روحه. هنا راني ندور غير بالسياس ما راني نحط الكولا في فوق اللوحه ونلصق. ولا ديري كيما قلت لك في الاولى دوري مليح مليح بيدك وتلصقيها. مهم لك تقعدي شاده هذاك الخيط تشديه مليح بيدك وتصبري عليه حتى يلصق وتزيدي تدوري. هذه هي الفكره. دوك نكمل كاع نلصق هذا الخيط على اللوحه هادو صغار. هادو لوحات صغار بزاف القطر تاعهم بالك واحد 6 او 7 سنتيمتر. كنت خدمت بهذا الخيط شمعه درت ديكور بهم تاع الشمعه وخدمت بهم واحد العلب ثاني تاع كارطو راهم كلش في الفيديوهات السابقه اللي بغات تشوف. دوك نكمل هذه اللوحه ونعاود نرجع لكم. هنا راني قريب نكمل صايي شويه يدي الوقت بزاف. هذا ما بغيتش نسرع في الفيديو باش تشوفوا بالتفصيل كيفاش. تما تلصقي تقعدي حاكمه بيدك لك تساع فيه. انا عندي هذا من رقيق كاين المتوسط وكاين الغليظ. هذا الرقيق عليه فيه غير خط واحد فيه خيط كاين لي جو ملوين زوج تاع خيوطه وملوين وكيجي ثلاثه. تما تاع زوج خيطان هو اللي متوسط وتاع ثلاثه تاع الخيطان وجو متفورين هو الغليظ. وثاني فيهم الغليظ بزاف هذاك ما يجيش مليح في الخدمه ما يجيش شباب. هو يا الرقيق يا المتوسط هما اللي مليح. هنا راني صاي كملت دوك نجي في الحواف تاع هذيك اللوحه ثاني نغلفها نقعدوا نديروا في الغيره ونلصقوا. ومادام كي تلصقي مادام كي تدوري في داك الكردون على خاطر جاي مشعر بزاف تما يتشعر ينتحل يتسنسر تما سدميه بيديك ولصقي دوري ولصقي هكا ندوروه ونلصقو باش يجي متحوف باش يجي ما يجيش مسنسر بزاف هكا قصدي. يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوني شاني نقول. دوك نعاود ثاني نوريو كيفاش ندير الكولا وتدوري وتلصق. دوك نكملها نكمل الحواف ونعاودو نولو تشوفو التزيين كيفاش.
هنا صاي كملت دورت كاع الحواف تاع هذيك اللوحه ونجو للتزيين تاعها. قبل ما نديرو التزيين نقلعو كاع هذوك الشعيرات اللي زايدين بالمقص. هنا نقعد شاده مليح مليح باش ما يطيرليش. دوك نقلعو كاع دوك الشعيرات الزايدين خاطر كيما قلت لكم يجي مشعر بزاف هذا الحبل، تسموه خيط ولا حبل الحلفه. كيما هبطوك نجو للتزيين، هذا اختياري، التزيين دائما اختياري شنو ما يكون عندك في الدار. هنا غلفت من تحت القاعده تاعهم بالقماش، وهذا ورده ثاني تاع الخيشه، قماش الخيشه تقدري تخدميهم وحدك. تنوريكم طريقه في كاش نهار في فيديو، ولا تشريهم واجدين بالحبه هكا يتباعوا. السعر تاعهم كل واحد كيفاش يبيعوهم، كاين 8000 كاين 9000 كاين حتى 12000. تقدري تخدميهم ثاني وحدك بالكتان القماش الخيشه. ونلصقو لصقتهم هنايا في الحواف، هادو استعملوهم تقدري ديريهم ديكور في الدار، تحطي فوقهم شمعات ولا مش عارف اي حاجه. هنا استغلال تاع هاد اللوحات تقدري تستعملهم في كاش حاجه، حبات تاع الكاطو ديري فيهم كما اللي يخدموا الكاطو، تحطي فيهم حبه تاع كاطو وتصوريهم. مجرد افكار هادو، هذا هو الشكل تاعهم النهائي. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه والفكره. الى اللقاء في فيديو اخر.